هو المشكلة يا شباب عندنا ان الاي بي فيرجن 4 جم عليهم وقت وحسوا ان الاي بي فيرجن 4 هيخلص. ليه هيخلص؟ ليه؟ هو طوله 32 بت. يعني عاد الاي بي فيرجن 4 في العالم بحاله كام؟ 2.32، حوالي 4 مليار وشوية، حوالي 4 مليار اي بي وشوية. ده الاي بي فيرجن ايه؟ فيرجن 4 في العالم بحاله. ده اللي احنا شغالين بيه. ده احنا شغالين بيه. تمام كده؟ هو طوله كام؟ 32 بت. عدد الاحتمالات اللي فيه 2.32. لو جيت تجيبهم هتلاقيهم 4 مليار وشوية. فالاي بي فيرجن 4 خلاص قرب يخلص. فبدأوا يحطوا حاجة بقى اسمها ايه؟ اسمها النات والباد. وحاجة اسمها البرايفت اي بي والبابليك اي بي. ايه بقى القصة؟ تصوروا انا عندي شركة فيها 2000 موظف. اهو. وباسم عنده شركة فيها برضو 2000 موظف. تمام كده؟ ومحمد عنده شركة فيها 2000 موظف. فأنا المفروض إن أنا أروح للأيانة أحجز لل 2000 موظف كل جهاز أي بي. فأنا لوحدي هضيع كام أي بي؟ 2000. محمد 2000 وباسم 2000. صح؟ فالأيانة عايزة تخف الضغط عنها شوية. مش مهم انت معاك فلوس تاخد اي بي، بس احنا ما عندناش ايباد اساسا. عارف انت الراجل اللي كان بيقول لك ايه؟ انا معايا فلوس ادفع كهرباء، بس احنا يا عم ما عندناش كهرباء اساسا، ما عندناش كهرباء. هنقطع عنك، هنقطع عنك. عارف انت ده؟ تمام؟ يقول لك انا معايا فلوس هاخد كهرباء، هاخد خدمه. يا عم احنا ما عندناش كهرباء اساسا، قال لك انا عندنا كهرباء. تمام؟ بالظبط كده. ها؟ بالظبط. تمام؟ فهو المشكله مش مشكله فلوس، ان اروح اجر ايباهات وادفع فلوس واجيب ايباهات. المشكله اصلا مش ايباهات، هو عدم كلهم على مستوى اعلى من 2.32 اي بي. فيعملوا ايه؟ فقالت الايانه، قالت لك احنا هنعمل فكره رائعه، هنعمل فكره اسمها البرايفت اي بي. ايباهات ما بتستخدمهاش غير جوه الشبكات الداخليه. مش انت مش عايز تطلع على النت، انت عايز بس الشبكه بتاعتك تشتغل جوه الجامعه. حلو قوي. الاجهزه جوه الجامعه تاخد حاجه اسمها رينج برايفت. ايه الرينج البرايفت ده يا معلم؟ اللي هو كام؟ اللي هو ال 10 0 0 0 لحد كام؟ 10 255 255 255 وال 172 16 0 0 لحد 172 دوت 31 دوت 255 دوت 255 وال 192 168 0 0 لحد ال 192 168 255 255. حلو الكلام؟ دي ايه يا جماعه؟ دي رينجات برايفت. استخدمها داخل الشركه بتاعتك زي ما انت عايز. كل الناس. كل الناس شغاله بيها. بستخدمها داخل المؤسسه بتاعتي زي ما انا عايز. يعني انا عندي شركه والشركه دي فيها اربع فروع، عينيا. فرع في القاهره، وفرع في مدينه نصر اهو، ده في المهندسين وده في مدينه نصر، وفرع في اسكندريه، وفرع في المنصوره اهو. من دي شبكات عندي. الشبكه دي هدي لها 10 1 1 0، الشبكه دي هدي لها 10 1 2 0، الشبكه دي هدي لها 10 3 1 0، الشبكه دي هدي لها 10 4 1. ما هو الرينج كبير يا عم، الرينج بتاع 10 ده كله معايا اهو. 10 5 0 0 10 6 1 0. طب اللي ما بين الراوترات ادي لها ايباد 192 168 1 0، 192 168 2 0، ده 3 0. دي الشبكه بتاعتي ايه؟ اللي هي الجامعه بتروحها بكليتها. هو انا طلعت بره؟ ما طلعتش بره، جوه الجامعه. يا عم ده الجامعه لها فرع في وسنا وفرع في بنها وفرع. يا عم انت مش دي كلها وصلات وان فايبر؟ تمام كده؟ انت مقدرها من وسائل اتصالات. هو انت طلعت نت؟ هو حد بيكونكت على الشبكه بتاعتك من بره من على النت؟ استخدم برايفت. فانا عندي استخدمت الرجال ال 10. رضا كان بيقول لي دلوقتي يا عم ده الجامعه مستخدمين 10. ما هو عنده اللي بيستخدم 10. وبس بيقول لك ده ما عندناش رجال 10. ولو حد في جامعه ثانيه يقول لك انا شغال 10. لو حد في البنك الاهلي يقول لك انا شغال 10. زي ما انا عندي في البيت 192، وانت عندك في بيتك 192، وانت عندك في بيتك 192. هو بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول نفس الاي بي يستخدمه في اكثر من مكان، علشان الراجل بتاع الجامعه ما يروحش يحجز ايباد جديده منه. فانا رنجات كده فري،
مجاني بس ما تطلعش بها نت عشان مش تقدر تطلع بها نت. لان الرجات اللي مكتوبه قدام دي هتنحفظ يجي على سؤال في الامتحان مش كمان كده وبس. دي الرجات اللي بستخدمها داخل الشركات. يعني انا جوه الشبكه هنا اي بي بتاعي كام؟ سي ام دي يا معلم اي بي كونفج جوه الشركه هنا الاي بي بتاعي جوه الشركه هنا 192.168.1.100 صح؟ جهاز احمد 1.200 جهاز رضا 1.201 رينج برايفت اهو داخل تالنت حاطط رينج برايفت. وانا مالي يا عم اصل الجهاز ده هيكلم الجهاز ده. طب ما انا عندي في البيت 1.100 انت تقول لي كده هو جهازك اللي بيكلم الجهاز ده دلوقتي بس ما على واحده بس ولو على اكتر من لان يا عم بس اهم حاجه ما تطلعش نت. انا عامل شبكه للمبيعات وشبكه للتسويق دي لان ودي لان واللان دي بيتكلم اللان دي بس احنا في مكان واحد يا عم مش لان كمان خالص مش نفس المكان. تالنت بتاع طنطا وتالنت بتاع الشبين هناك حاطط له 192 192 3 0 وهنا حاطط له 4 0 بس الاثنين برايفت والاثنين بيكلموا بعض. وانت بتكلمني؟ لا انا بكلم الفرع بتاع الجامعه الثانيه. ما هو ده فرع اهو في 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 المهندسين وده فرع في المنصوره اهو صح؟ تمام. على نفس الشركة نفس الشركة بس شبكة هنا وشبكة هنا وشبكة هنا كل واحدة من دول هداها شبكة شكل بس كلهم ايه؟ برايفت. طب انا راجل شغال في فودافون مش شغال في مصرية اتصالات وعندي شبكة ادينا نفس الرنجات واحنا مالنا قبال بعض دي شبكة ودي شبكة. طب يا معلم بقى لما اجي اطلع على النت لما تيجي تطلع على النت بقى يا معلم الراوتر بتاع النت بتاعك اهو هوصل اروح اجيب راوتر من تيدات اهو دي اس ال مودم من دي دات من تي دات اهو الراوتر بتاع النت ده اهو او الانترنت بتاعك ده اه الراوتر ده بياخد 1 بابليك اي بي 1 ايه بابليك اي بي. طب ازاي بحول كل الاجهزه اللي هنا اللي واخده برايفت تطلع بواحد بابليك بس؟ اه بتكنولوجي اسمها النات والباد. يبقى التكنولوجي بتاع النات والباد دي بتعمل ايه يا شباب؟ النات والباد عندك شبكه برايفت عايز اطلع بيها على الانترنت. قبل ما اطلع بيها على الانترنت على الراوتر اللي موصلها بالنت احط عليها سوفت وير اسمه ايه؟ النات والباد وهناخده في شابتر كامل. ايه نات وباد؟ يبقى النات والباد بتحول ايه؟ من برايفت لبابليك ومن بابليك لبرايفت. لو انت قاعد في البيت وعايز تكونكت على الشبكه بتاع الجامعه عشان تخش تعمل شغل مش هتعرف تكونكت الا لازم تاخد ايه؟ حاجه اسمها ريال اي بي وتعمل حاجه اسمها في بي ان. هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله. طب انا لو عايز اجيب البابليك اللي بيطلع بيه نت لو عايز تجيب البابليك بتاعك يا معلم اللي انت الياهو شايفك بيه وجوجل والناس دي انا رقمي كام؟ 1.100 بس جوجل ما بيشوفكش بالبابليك ده بيشوفك بالاي بي بتاع الراوتر. الاي بي بتاع الراوتر اجيبه ازاي؟ What is my IP؟ اكتب بس كده What is my A؟ راح قال لك والله انت خارج باي بي 41 176 110 139. كلنا هنا في الشبكه لما بنيجي نخرج على النت بنخرج بالاي بي ده شايفينه ده بابليك اهو ده بتاع الراوتر بتاع النت. طب ازاي كل البرايفت اللي هنا ده بيتحول لبابليك؟ عن طريق الراوتر بتاع النت محطوط عليه سوفت وير اسمه ايه؟ النات والباد. ازاي السوفت وير ده بيشتغل؟ لسه هناخده في شابتر كامل. تمام كده؟ يبقى كلنا داخلين على الراوتر بتاع النت بمين؟ بالاي بي ده. بس احنا رقمنا جوه الشبكه الداخليه انا 1.100 واحمد 1.200 ورضا 1.201 وباسم 1.203. لا ده ده جوه الشبكه البرايفت. ده الراوتر اللي متاخد من دي داتا اللي بيخرج لك بيه نت بابليك. بالظبط هو ده شكله تي داتا كده شكله تي داتا اهو. ايه؟ انت مش بتشوفش على الراوتر. لا في الاي بي انت بتتكلم عنه اللي هو ده اللي انا بستخدمه عشان اعمل كونفجريشن للراوتر. تمام كده اللي بيقول لك حط ادمن ادمن. ده داخلي جوه الشركه. اما الراوتر بتاعك من اليمه الثانيه بقى واخد اي بي بابليك اللي بيخرج بيه على النت. ده انت غير امتى؟ لو عملت ريستارت للراوتر.
في زرار راوتر اسمه الستارت. الستارت هو الراوتر بتاعك سايب الاي بي اللي كان ماسكه ويروح يقول لي كده انا عايز اي بي جديد. كنا زمان بننزل برامج من على النت على مواقع من اللي اسمها لابتشير وفور شيرد وما اعرفش ايه. فالفيلم كان بيبقى كبير مثلا فتنزله اجزاء. تنزل الجزء الاول وتيجي تنزل الجزء الثاني يقول لك تعالى بكره. كمان 24 ساعه. تمام كده؟ بالظبط. يعني هو ليك مره كل اي بي ايه جزء واحد في اليوم عشان انت مجاني مش بفلوس. تمام؟ حتى لو انت دخلت على الجهاز ثاني برضه شايفك بنفس الاي بي اقول لك يا عم انت كنت جاي من شويه. يعني انت لو انت ولاء لو انت قاعد على الجهاز ده نزلت جزء ورحت على الجهاز ده نزلت جزء ثاني ما انتوا عم انتوا الاثنين خارجين بنفس الاي بي. فبقول لك ما انت كنت عندك جميل شويه. فعلا بس عشان كده لما بنعمل ريسيت للراوتر ياخد الاي بي جديد والحمل تاني من نفس بس كده. تروح تعمل تخش على الشاب بتاع الراوتر في زرار اسمه ستارت تعمل ستارت للراوتر. الراوتر ياخد دقيقتين كده بيديني الراوتر تمام ياخد اي بي جديد تخش على الموقع يشوفك اي بي جديد خالص. يا ابني ما لناش دعوه بواحد واحد. ده بتاع الكونفجريشن ده ما بيطلعش بره. اللي بيطلع بره حبيبي اهو ده هو انما واحد واحد ده ما بيتغيرش. انت ممكن تغيره من الكونفجريشن من جوه بس يعني ده داخلي لك السيرفرات ما بتشفكش بيه بره. لا لا ولا ريسيت ولا ريستارت. في زرار جوه الراوتر اسمه ريستارت انت تضغط عليه بالراوتر بيعد تاني من اول 100 واحده كده بيعمل ريستارت. تمام. لو شلت الكهرباء وحطيتها تاني مش هيغير الاي بي. الكلام واضح. ريستارت للراوتر مش ريسيت للراوتر. ريسيت هيضيع كل الكونفجريشن بتاعه. تمام. ريستارت في زرار اسمه ريستارت بيعيد تشغيل الراوتر تاني بس من جوه. جوه الكونفجريشن بتاعته من جوه. في زرار اسمه ريستارت. تمام كده كانك بتعمل ريستارت للراوتر من اول وجديد بس نفس الكونفجريشن. ده بيعمل ريستارت يعني عشان لو في ايوه ما لما بيعمل ريستارت كده بياخد الاي بي جديد من التي ديت. حلو الكلام؟ ها يلا خلينا مع بعض. تمام كده؟ يبقى انا عندي البرايفت اي بي انا بستخدم جوه الشركه برايفت. قال لك والله البرايفت ده مسكن. برضه الايبيهات كده كده هتخلص. تمام. طب الحل ايه يا عم؟ قال لك الحل الجذري بقى يا معلم هو مين؟ الاي بي فيرجن 6. عندنا في العالم بحاله 2/628 اي بي فيرجن 6. تمام. 2/628 اي بي كام؟ فيرجن 6 حوالي 340 وقدامهم 36 صفر اي بي فيرجن 6 يعني حوالي اند شيليون نمبر. ديشيليون ده ايه؟ انا ما اعرفش مكتوبه كده. تمام كده. بالظبط. هو رقم قدامه 36 صفر بالظبط. فاهمني. تمام. انا اخر 1000 جنيه اخر واحد قدامه 3 اصفار. تمام. تمام. يعني ايه الاي بي فيرجن 6؟ الاي بي فيرجن 6 كل متر مربع من الكره الارضيه بيقول لك هيتوزع عليه 4000 اي بي يعني 4000 جهاز ومش هيخلص. يعني واقف هنا اهو في حوالي 4000 جهاز شغالين نتورك شغالين انترنت والاي بي فيرجن 6 مكمل. عدد مهول جدا صح؟ طب شكله ايه الاي بي فيرجن 6؟ بينكتب هيكس ديسمال بالشكل ده. بص كده 2001 4 وحيد 4 وحيد A B 2 0 4 وحيد A 2 B C 3 4 5 6 كم بلوك دول؟ 1 2 3 4 5 6 1 A 2 B 3 C 4 2 هذا الاي بي فيرجن 6. تمام كده. طوله 128 بت. جه ازاي؟ هو احنا مش قلنا الرقم الهكس ديسمال كل رقم بيتوزع في 4 بت؟ فكل واحد من دول بيتوزع في 4 بت ده مكتوب هكس ديسمال. يعني الاثنين دي اللي هتبقى كام؟ 0 1 0 0. طب ال 0 0 0 0 فكل رقم بتوزعه في كام؟ في 4 بت وهو 32 رقم. لو عديتهم تلاقيهم 128 بت. يعني هو كام رقم؟ 32 رقم. متقسمين في بلوكات. كل اربع ارقام في بلوك. البلوك اسمه ايه يا جماعه؟
اسمه هكساتت. يبقى كل بلوك اسمه ايه؟ هكساتت. يبقى تاني الاي بي فيرجن 6 بقى طوله كام؟ طوله 128 بت. كم رقم هكسا ديسمال؟ 32 رقم هكسا ديسمال. كل رقم فيه كم بت؟ فيه 4 بت. صح الكلام؟ طيب في كم بلوك؟ 8 بلوكات او 8 هكساتات. كل بلوك بفصل ما بينه وبين تاني حاجه بنقطتين فوق بعض اسمها ايه؟ كولن. يبقى ما قلناش بنفصل بدوت بقى نقطه، كولن. تمام كده؟ طيب له طريقه اختصار، له طريقه اختصار وبتيجي في الامتحان. في قاعدتين اتنين للاختصار اهو. القواعد علشان اختصر الاي بي فيرجن 6 في عندنا قاعدتين اتنين. اول قاعده بيقول لك اوميت. اوميت يعني احذف، يعني ريموف، يعني الليدنج زيرو. اوميت او ريموف الليدنج زيرو يعني ايه؟ مش فاهم. يعني لو عندك اي بي بالشكل ده، تعال نختصره، 2001 أربعة أصفار، أربعة أصفار، صفرين اتنين واحد، أربعة أصفار، أربعة أصفار، أربعة أصفار، صفر 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 اتنين. كم بلوكة كده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. الليدنج زيرو معناها يا شباب إن إحنا بنشيل الأصفار اللي على الشمال. مصطفى أنت معايا؟ مصطفى اصحى حبيبي نازلين. طيب طيب ماشي، هنشيل الاصفار اللي على الشمال. فين الاصفار اللي على الشمال؟ 2001 دي فيها اصفار على الشمال، تنزل زي ما هي. طيب هنا في اربع اصفار، نشيل ثلاثة ونسيب واحد. فينا ثلاث اربع اصفار، نشيل ثلاثة ونسيب واحد. طب فينا صفرين، نشيلهم. طب فينا نشيلهم اهو 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 اهو. هذا اول قاعده عندنا. اول ايه؟ اول قاعده عندنا. يبقى اي صفار على الشمال بتنشال. حلو الكلام؟ ثاني قاعده بقى او ثاني رولز عندنا. الرول الثانيه ريموف اول زيرو بلوك، اشيل البلوكات اللي بزيرو واحط مكانها ايه؟ كولن. ازاي؟ تعال نجيب الاي بي اللي احنا كنا بنبصين دلوقتي، هو 2001 صفرين 21، ادي 2001 هنكمل عليه اهو، 2001 صفرين 21 وبعدين ثلاث اصفار، كان في الاخر بين اثنين صح؟ اثنين. 2001 اهي تنزل زي ما هي، 2001 قابلني بلوكين بصفار، ثلاث بلوكات بصفار، اربع بلوكات بصفار، ايا كان عدد بلوكات بصفار اشيلهم واحط ايه؟ كولم. مش هم ورا بعض، اشيلهم واحط كولم. طب لو قابلني اثنين احط كولم واحده، ولو قابلني ثلاثه احط ثلاثه كولم. يا ابني هي كولم واحده اللي تنحط. الكولم دي القديمه بتاع ده، دي ايه؟ دي اللي هي بتاعتها اهي. طب وانا قابلني اثنين احط واحده، قابلني ثلاثه احط واحده، قابلني اربعه احط واحده، قابلني خمسه احط واحده، هي كل واحده اللي بتنحط والله. ماشي؟ وبعدين اثنين واحد. حلو يا معلم، قابلني ثلاث بلوكات بصفار. شيلهم وحط كولم حبيبي البس في الحيطه، اثنين. كده غلط. لا اثنين وبعد كده كده غلط، ليه غلط يا ولاء؟ ليه غلط؟ كده غلط، ليه غلط؟ بصوا ثواني كده. هو انا لو عندي كده كام بلوك كده؟ واحد اثنين ثلاثة صح؟ ثلاث بلوكات. وهو قايمين طوله على بعضه كام؟ ثمانية. يبقى ناقصني كام؟ خمسة. طب في كولم هنا وكولم هنا، احط ثلاثة واثنين ولا واحد وأربعة ولا أربع بلوكات واحد ولا اثنين وثلاثة؟ مش في خمس بلوكات ناقصين بصفار؟ بس في عندك كولم هنا يا معلم وكولم هنا، يبقى مكان دي نحط بلوكين وثلاثة هنا
ولا نحط 3 و2 هنا، ولا نحط 4 بلوكات و1 هنا، ولا 1 و4 هنا؟ مش عارف ترجعه لاصله. فقال لك عمليه الكولن دي ما تتمش غير مره واحده بس في الاي بي وانس، مره واحده بس، ان انت تشيل البلوكات وتحط كولن. طب قابلني بلوكات تاني ما اعملهاش زي ما هي. يعني ازاي هيبقى الصح بتاعها؟ هيبقى 2001. قابلني كم؟ حط كولن. وبعدين 2001. طب قابلني اصفار تاني، كانك من بنها بالظبط. صح. انت بنهاوي اول دخله. صح كده. الفيلم ده حقيقي لسه عاملها على الحبايب. يلا يا عم كتر دماغك يا عم، انت بتهزر. ها يبقى 2001 2001. لو جينا حسبنا كده كام يا جماعه؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى ناقص لنا كام؟ 2 بلوك فوسفور. خلصت. صح كده. يبقى العمليه تعملها في الناحيه الطويله. اكبر عدد اصفار وهم بالظبط. بس الجهاز بتاعك بيظبطها على اول واحده، وانت بتكتب اكتبها ناحيه الكبيره، مفيش مشكله خالص. طب لو انا عندي بقى كده وعايز اختصرها، ها 2001 اصفار 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 صفار 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 صفار. كم صفر كده؟ 1 2 3 4 5 6. ها صفار 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 3. تبقى كام؟ 2001 كمان كولم مكانهم كلهم كولم في عيني عربي كلهم. اه والله كلهم. وبعدين 3 صح؟ عندك 1 2 يبقى ناقص النص كام؟ 6. انت يا محمود هو انت ما عوضش غير في ناحيه واحده في بلوك واحد، لو كان في النص ارقام، انما دي بلوك كامل بصفار. صح الكلام؟ انت عارف بقى لو كان هو رخم عليا وعمل لي كده، بص عمل لي كده، ما كنتش عارف تعمل لي. كنت عملت ايه بقى يا معلم؟ 2001 كولم كمان كولم 3 وبعدين بقى صفر 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 3. او ممكن نحطهم في الاخر عادي براحتك. ها في مشكله كده عند حد؟ لا مفيش. تمام. الاي بي فيرجن 6 بقى، تعال نشوف القصه ماشيه ازاي. تعال نشوف القصه ماشيه ازاي. يلا يا شباب بس عشان احنا هنخلص. ها الاي بي فيرجن 6. كان زمان عندنا اي بي انسبسفايد اللي هو اربع اصفار. ده كان اسمه ايه؟ انسبسفايد اي بي. حد فاكره؟ لما الجهاز بتاعك كده لما مفيش اي بي عملنا بي من دي اتش تي بي والاي بي بتاعك. لا الجهاز بتاعي لما بشغله ولسه ما اتكلم ولسه ما كلمش الدي اتش تي بي بيبقى الاي بي بتاعه اربع اصفار. يعني الجهاز بتاعك اول ما بتنزل له ويندوز وتوصله لكارت الشبكه، طالما لسه ما كلمش الدي اتش تي بي ودور عليه وكده، يبقى الاي بي بتاعه اربع اصفار. في الاي بي فيرجن 6 نفس الاي بي بس بيبقى 2 كولم كده. يعني البلوك كله بكام؟ اصفار. يبقى الانسب سايت اي بي يعني لسه ما خدش اي بي، بيبقى الجهاز ساعه بياخد اي بي كام؟ اربع اصفار. حلو الكلام. طب لو الجهاز بتاعي راح يدور على الدي اتش تي بي ما لقاهوش، كان بياخد ايه؟ حد فاكر؟ رقم غريب كده. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ها؟ ايوه ايوه اسمه ايه بقى؟ خدناه مره قبل كده. اسمه ابيبا. كان الويندوز اللي بيديهوله اختصار كلمه اوتوماتيك ها برايفت اي بي ادرس. لا يا باشا المره الجايه الغلطه بفلوس بقى. صح يا عم باسل؟ زي ما انا بشرح لك. اه بالظبط. تيجي تغلط بقى اللي انا اديتهولك تدفع فلوس يا ريس. تمام؟ اه. الابيبا ده اللي ويندوز بيديهولك بيبقى الاي بي بتاعه كام؟ 169 254 دوت اي كلام دوت اي كلام. صح؟ يعني لو الراوتر بتاع النت اللي بره مفصول، الراوتر بتاع النت ده اللي هو الدي اتش تي بي بتاعه اللي بوظف اي بي، هتلاقي الجهاز بتاعي عليه معلم مثلث اصفر تحت كده.
المثلث الاصفر اللي تحت ده اسمه ايه؟ ابيب. لو جيت بصيت على الاي بي هتلاقي الاي بي بتاعك 169 54 اي كام. طب مين اداك الاي بي ده؟ الويندوز بتاعك. طب نفس الكلام في الاي بي فيرجن 6. الابيب عندنا بيبقى بدايته ما عادش اسمه ابيب بقى، بقى اسمه حاجه اسمها ايه؟ لينك لوكال. هي بدايته اف اي 80. الله يكرمكم الحاجات دي زي الحفظ، لان جاء اسئله في الامتحان عليها كده. فالابيب عندنا كان اسمه زمان ابيب. في الاي بي فيرجن 6 بقى اسمه ايه؟ لينك لوكال. الاي بي بدايته اف اي 80 واي كلام. حتى لو احنا عملنا اي بي كونفج كده اكيد مفيش عندنا دي اتش بي فيرجن 6 بيوزع ايباد، هنلاقي المكنه بتاعتي دي واخده الاي بي بتاع الفيرجن 6 اهو. اي بي ايه؟ كونفج. شايفين؟ اف اي 80 وشويه ارقام. ايه ده يا عم؟ هو شغال اي بي فيرجن 6؟ والله شغال اي بي فيرجن 6 من اول ويندوز 7. اي بي فيرجن 6 نازل اهو يا عم. لو جيت بصيت كده على كارت الشبكه بتاعك وانت ما انتش واخد بالك هتلاقيك يا معلم معلم على الاثنين اهو، ادر اي بي فيرجن 6 وادر اي بي فيرجن 4. كارت الشبكه بتاعك شغال الاثنين صح؟ ايه؟ لو فتحت اهو، لو فتحت الاي بي فيرجن 6 اهو هلاقيه اوتوماتيك، المفروض يبقى اوتوماتيك كده تمام؟ وانا ما عنديش اي بي فيرجن 6 دي اتش سي بي، وعشان كده الجهاز بتاعي واخد الابيبه بتاع الدي اتش سي بي بتاع اي بي فيرجن 6. انما انا شغال عندي مين؟ الراوتر بتاع النت في مديني فيرجن 4 صح؟ اهو اهو. حلو الكلام؟ طيب عندنا كمان حاجه اسمها اللوب باك ادرس. ايه اللوب باك ادرس دي؟ حد عارف؟ ها؟ حد يقول؟ انتوا ناس بتوع نتورك واسمه برضه هنا لوب باك ادرس. لوب باك ادرس. قول يا صاصة. ها؟ اللوب باك ادرس ده، اللوب باك ادرس ده عارف انت لما تخش تقول انا عايز اتشيك وداني مخرومه ولا لا، تخش اوضه تقول يا محمود فتلاقي نفسك سمعت ودانك مش مخرومه. بالظبط هو نفس الحاجه، عايز اتشيك على كارت الشبكه بتاعي متعرف ولا لا؟ شغال ولا لا؟ فهم حاجزين اي بي اسمه نفسك. نفسك يعني اي جهاز تقعد عليه الاي بي ده شغال عليه. اللي هو كام؟ اللي هو 127.0.0.1. انت عارف لو بنكت على الاي بي ده كانك بالظبط بتبعت باكت لنفسك والجهاز بتاعك بيرد عليك. بستخدمه في ايه؟ عشان اتشك على كارت الشبكه بتاعي. شغال ولا لا؟ متعرف ولا لا؟ في كوماند اسمه بينج اهو، انا عايز اشوف النت اطلان عندي ولا لا. طب ما يمكن العيب في كارت الشبكه بتاعك، مين قال لك ان العيب في النت؟ طب عايز اتاكد اعمل بينج. طب انا عايز الاي بي بتاعنا دلوقتي، اعمل اي بي كونفج. يا عم لسه اعمل اي بي كونفج؟ خلاص يا عم حط الاي بي ده، احنا حاجزين كل الاجهزه انت بتقعد عليه. شايفين؟ انا كده اتشكيت ان كارت الشبكه الفيرجن 4 متعرف عندي. انت عارف انت ما يعملش ريبلاي لو كارت الشبكه مش ظاهر عندك كده، انت مش معرفه. بيديك ايه؟ ما يديكش حاجه. يقول لك الكوماند ده مش موجود اساسا. طب في الاي بي فيرجن 6 عايز اتشيك على الاي بي فيرجن 6، الكارت اللي واخد اي بي فيرجن 6. ماشي يا معلم. اللوب باك ادرس اللي احنا حاجزينه للاي بي فيرجن 6 اهو. يا عيني. يعني انا ممكن اقول بينج كده على الراجل الجميل ده اهو بيرد عليا اهو بيقول لك انا شغال. يبقى انا اتشكيت على الاي بي فيرجن 4 واتشكيت على الاي بي فيرجن 6. ده في الامتحان بيجي باسم ايه؟ لو عايز اتشك على التي سي بي اي بي ستاك بتاعتي، على اللايرز بتاعتي. يبقى اول ما تلاقي كلمه تي سي بي اي بي ستاك تختار ايه؟ 127.0.0.1. ها عيب قوي لما الناس بتوع نتورك مش عارفين الكلام ده صح. ده اللوب باك ادرس ده كان قاعد في النتورك وبينج على نفسه يا محمد. فاي جهاز هتقعد عليه الاي بي بتاعه كام؟ 127.0.0.1.
بدل ما تقعد تدور على الاي بي بتاعه وكلام من ده. تمام يلا نكمل خلاص ولا ايه؟ هذا البنج الاولانيه هي يا معلم يا ابني خليك 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 ما كده تقع تاني يا ابني تقع تاني تمام اهو البنج اهو وده البنج الثاني اهي ده الفيرجن 4 وده الفيرجن 6 عايزك النهارده تقعد كده على الفيديوهات دي وتظبط بقى تمام حلو كده في مشكله كده عند حد قلت تاني معلش اللوك باك ادرس ده مستخدمه ايه بتشيك على التي سي دي اي بي ستاك بتاعتي اه الفرق بين الستاك والكيو ايه ايه ها في عندنا حاجه اسمها ستاك وحاجه اسمها كيو كيو يعني طابور كيو يعني طابور اهو كيو يعني طابور طب هما بيسموا اللير عندنا ستاك ليه الكيو ده عباره عن ايه عارف انت طابور العيش اللي بيخش الاول بياخد عيش الاول ويمشي صح كده الاول بياخد عيش الاول ويمشي الستاك انا باخد المكان من السبعه يا عم اسكت يا عم سبعه ايه وبتاع يا عمرك درست اطباق قبل كده لا ما تهربش لا ما تهربش انا غسلت اطباق وعشان كده عارف الاستاك بص يا سيدي الطبق اللي بتغسله الاول بتحطه في الاخر صح كده ولما تيجي تغرف بتعمل ايه بتغرف في الطبق اللي في الاخر خالص انت غسلته الاخر هو ده الاستاك اللاير وانت بتبعت بتبتدي من ابلكيشن لحد الفيزيكال وانت بتستقبل بتبتدي من الفيزيكال لحد عشان كده مسمينها استاك ما بتبداش من ابلكيشن تاني وانت بتستقبل فاخر لير عندك انت بتوصلها وانت بتبعت هي اول لير تبدا عندها وانت بتستقبل عامل شكل الاطباق اللي بتوصلها فوق بعض في الاخر خالص صح اول طبق بتغسله هو الابلكيشن هو اللي بتاكل فيه في الاخر خالص صح كده واخر طبق انت بتغسله هو اللي بتاكل فيه الاول بعد كده عشان كده بيسموها تي سي بي اي بي ستان عرفت بقى ليه؟ لانك وانت بتبعت بتبعت من ابلكيشن لحد الفيزيكال وانت بتستقبل تبدا من الفيزيكال لحد الابلكيشن عرفتوا على الاثنين زمايلكم جديد محمد ومحمود برضو بس محمود بقى محمود ان شاء الله يلا يا شباب يبقى عندنا اللوك باك ادرس 127.0.0.1 اللوك باك ادرس هنا كل الشبكه فاضي وبعدين ايه واحد طيب عندنا حاجه اسمها مالتي كاست فاكرين المالتي كاست المالتي كاست اللي هو اي بي كلاس دي فاكرينه؟ كان بدايته لا اما 224 لا اما كام؟ 239 لحد 239 هنا المالتي كاست ادرس في الاي بي فيرجن 6 بيبقى بدايته اف اف يبقى اي اي بي بدايته اف اف تعرف ان هو ايه؟ مالتي كاست اي بي فيرجن 6 لا خدنا الكلاس دي بس سبناه قلنا الراديو سبناه لسه هناخده بعدين ان شاء الله فالمالتي كاست قدامها في الاي بي فيرجن 6 بدايته اف اف حلو الكلام؟ طيب عندنا البرايفت اي بي فاكرين البرايفت اي بي في الاي بي فيرجن 4؟ اه تمام هذا البرايفت اي بي اللي هو بدايته كام؟ من 10 0 0 0 لحد 10 255 55 255 وعندك ال 172 16 0 0 لحد 172 31 255 255 خد بالك 172 16 لحد 31 يعني 172 دوت 32 ده بابليك خد بالك ده تلبس في الامتحان في الامتحان بيلخبطك 172 16 يعني الشبكه 172 16 برايفت 17 برايفت 18 برايفت 19 برايفت لحد 31 برايفت اما 172 دوت 32 بابليك فهمت يا معلم؟ من 16 لحد كام؟ ده في ال 172 بس هو حد يلبس ده في الامتحان يعني انا ممكن استخدم جوه شركتي 17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31 اما 32 لا يابا بتاع حد تاني 32 دي بابليك هتشتريها بفلوس صح كده؟ طيب وعندك ال 192 بحالها اهو ال 192 بس لازم كام؟
168 لحد 192 168 255 255 يعني شبكه 192 168 1 و2 و3 و4 و5 و6 كله. يبقى اي حاجه بدايتها 192 168 اي حاجه بدايتها 10 اي حاجه بدايتها 172 كام 16 لحد 31. ده بسميهم ايه يا شباب؟ برايفت اي بي. للاسف البرايفت اي بي قال لك اسم مش مناسب في الاي بي فيرجن 6 هندلعه. فيسموه ايه في الاي بي فيرجن 6؟ يونيك لوكال. اوه يبقى خلاص بقى اولادك وهم جايين مش عندهم حاجه اسمها برايفت اي بي. يقولون برايفت اي بي ايه الراجل ده؟ لا هيبقى عندهم حاجه اسمها ايه؟ يونيك لوكال. بدايته كام؟ بدايته لا اما اف سي لا اما اف دي يا معلم. يبقى اي اي بي فيرجن 6 بدايته اف سي لا اف دي تعرف ان هو ايه؟ برايفت. ما عادش اسمه برايفت يا محمد بقى اسمه ايه؟ يونيك لوكال. يبقى في الامتحان هيجي لك باسم ايه؟ يونيك لوكال. اي حاجه بدايتها اف سي او اف دي تعرف ان هو ده برايفت. طب البابليك؟ البابليك اللي بنخش عليه على النت. اي حاجه يا شباب ما عدا مين؟ البرايفت. يعني اي حاجه ما عدا دول صح؟ اي حاجه ما عدا دول عندنا هنا بقى اسمه جلوبال يونيكاست. بقى البابليك عندنا اسمه ايه يا شباب؟ وبدايته 2 او 3. يعني الايباد فيرجن 6 اللي في العالم البابليك اللي في العالم كله بدايتها 2 او 3. امال فين بقيتهم يا عم؟ لسه لحد دلوقتي ما فتحهمش. يبقى اللي مستخدمين لحد الان كام؟ 2 او 3. طب فين الايباد اللي بدايته 4 او 5 او 6؟ ما انفتحش. يبقى في الامتحان لما يجي لك يقول لك فين الجلوبال يونيكاست هنا؟ فين الاي بي البابليك هنا؟ تختار الاي بي اللي بدايته كام؟ 2 او 3. حلو؟ ده الاي بي فيرجن 6. الجدول ده مهم جدا. في اللي هو كلاس اي اللي هو بتاع ريسيرش ده يا عم مش مفيش يا عم مفيش. اه ولكن انت تفرح بقى ان كان عندنا حاجه اسمها برودكاست اتشالت من الاي بي فيرجن 6. ما عادش في حاجه اسمها برودكاست في الاي بي فيرجن 6. برودكاست لما اكون عايز ابعت باكت لكل شبكه ما عادش موجود في الاي بي فيرجن 6. تمام كده. الجدول ده يذاكر زي اسمك بالظبط. كلك منه سؤالين في الامتحان. خلاص هو في البرايفت اي بي هو بدا من 172 16 بدا من 16 هنا ايه؟ بدا من 172 16 لان 15 ده بابليك 14 بابليك. تمام. هم محددين بس الرينج ده يعني محددين ده بالظبط. اللي هو كلاس بي برضه ايه؟ اللي هو كلاس بي. في الكلاس بي محددين الرينج ده وكلاس سي محددين ثلاث اي بيهات بس. حلو الكلام بتاع الاي بي فيرجن 6. لحد الان كفايه عليك اي بي فيرجن 6. انا عايزك بس تفهم دول في السمستر الاولاني ازاي بقى بحط اي بي فيرجن 6 وازاي بشتغل معاه عملي. ده شغلنا بقى فين لما ناخد العمل والسمستر الثاني. الاي بي فيرجن 6 ماشي معانا مع الاي بي فيرجن 4 كده. كل حاجه ناخدها في 4 ناخدها في 6. فهنعمل على طول على طول رسمتين للشبكه. مره شغاله في 4 مره شغاله في 6. هو احنا شغالين ب 6 سنه في مصر؟ في شركات شغاله 6؟ في شركات شغالين. اه ازاي احول من 6 ل 4 بقى؟ تيجي نشوف. في ثلاثة استراتيجي عندنا. يبقى احنا اتفقنا النهارده هنروح نذاكر ايه؟ البيزك اي بي فيرجن 6. هتذاكر ايه يا معلم؟ عشان بعد كده اقدر اكمل عليهم. خلاص؟ خلاص ماشي. بس انت عمال تقول لي خلاص تعمل لي كده في دماغك وما بتذاكرش. او ما ذاكرش المحاضرين اللي فاتت. مجرد تحقيق. استراتيجي بقى. ايه الاستراتيجي؟ ازاي احول من اي بي فيرجن 4 لاي بي فيرجن 6؟ يلا. الاستراتيجي دي متطبقه وكل حاجه بس انا هشرحها كل واحده منهم بتستخدم في ايه؟ وازاي نطبقهم مش معانا في الكورس بس انا مسجلهم فيديو وهرفعهم لكم. تمام؟ يبقى انا عندنا كام طريقه؟ ثلاث طرق. كل واحدة منهم لها استخدام معين. هشرح لك كل طريقة بستخدمها فين؟ في أي موقف؟ أول استراتيجي عندنا، أول استراتيجي عندنا حاجة اسمها الديوال ستاك. إيه يا عم الديوال ستاك؟ إيه الكلام ده؟ دي بتستخدمها لما يكون عندك على السويتش عندك أجهزة شغالة 4 وعندك أجهزة شغالة 6 وعندك أجهزة شغالة 4 و6
عندك اجهزه شغاله 6 ايه ده يعني عندك كله يعني وعايز كل ده يشتغل معاك على الشبكه. فبتروح على الراوتر على البورت بتاع الراوتر تحط له 2 اي بي، واحد اي بي فيرجن 4 وواحد اي بي فيرجن 6. فلو 6 عايز يكلم 6 شغال، لو 4 عايز يكلم 4 شغال، انما 6 ما ينفعش يكلم 4. بس هم موجودين شبكه رضا دماغه اللي يخش نت بس يحط اي بي فيرجن 6 شغال، يخش عن طريق البورت بتاع الراوتر اللي محطوط له 6. باسم لا انا شغال على قديمه 4، يخش عن طريق البورت بتاع الراوتر بتاع 4. طب لما رضا يجي يكونكت على باسم ما ينفعش، لو ده محطوط له 6 بس وده محطوط له 4 بس. طب امتى يكلموا بعض؟ لو كان واحد فيهم منزل الاثنين. فلو لو رضا منزل 4 وباسم منزل 4 هيقدر يكملوا بايه؟ ب 4. يبقى الطريقه بالظبط كده، ما هو الكارت بتاعك هياخد 2 اي بي، واحد 4 بقى واحد 6. فلما اجي اكلمه هكلمه على الاي بي اللي زيه. تمام كده؟ دي الطريقه الاولانيه. عندي مجموعه من الناس تمام كده معايا على الراوتر، ودول عايزين يشتغلوا نت ودول عايزين يشتغلوا نت، بس دول واخدين 6 ودول واخدين 4. فانا بريح دماغي واروح على البورت بتاع الراوتر ومدي له 2 اي بي، واحد 4 وواحد 6. الطريقه دي اسمها ايه؟ اسمها الجيوال ستيك. لبست؟ لبست. تعال نشوف الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه اسمها التانل. ايه التانل؟ نفق. يعني ايه نفق يا معلم؟ اهو 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 بمنتهى البساطه. بص بص كده، بص كده اهو يا باسم اهو. مش عندك دخلت الشبكه بتاعك؟ رحت جاي مديله اي بي فيرجن 4 اهو، زمان عامل كده اهو، وبرده زمان عامل كده رحت مديله اي بي فيرجن 6 اهو، خلصت اهو سلاش 64 وده البورت بتاع الراوتر. بقى المكنه بتاعتي دي واخده كام؟ ولا الدي ان اس كمان اهو مروقه على الاخر اهو. بقى المكنه بتاعتي واخده كام؟ 4 و6. لو حد شغال 6 اكلمها ب 6، لو حد شغال 4 اكلمها ب 6. تمام؟ لو عايز اخش نت بقى، لو عايز اخش نت اروح احط على الراوتر ايه؟ 2 اي بي، 1 4 6. واحد احطه للجيت واي بتاع الفور، واحد احطه للجيت واي بتاع مين؟ اهو. تمام؟ خلصت؟ ده اسمها الديوال ستاك. طيب الطريقه الثانيه اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي التانل. ايه التانل؟ شركه تي داتا حلفة وراسها ألف سيف ما تحولش من فيرجن 4. يا ست حول لي فيرجن 4 فيرجن 6، لا أنا شغالة 4. هي لحد دلوقتي شركات الأي إس بي في مصر شغالة 4. طب أنا ليا فروع، فرع في القاهرة وفرع في طنطا، ورحت أجرت الفرع ده من تي داتا، كابل الفايبر ده من تي داتا مش من مصرية الاتصالات. بس أنا للأسف راجل بقى إيه جاب أحدث أجهزة وبتاع، فأنا الشبكة بتاعتي شغالة إيه؟ شغاله فيرجن 6، وهنا شغالين ايه؟ فيرجن 6 برضه. بس للاسف عشان ابعت من فرع الشركه من هنا، فرع الشركه هنا لازم انا اعدي على طرف السكه. وانا ماليش سلطه على تي داتا ان هي تغير الاجهزه بتاعتها، ده انا مقدر منهم كابلات 5. اعمل ايه؟ قام قال لك هتيجي على الراوتر ده اهو وتعمل حاجه اسمها تانل. ايه التانل؟ قبل الباكت ما يطلع، مش هو باكت فيرجن 4؟ فيرجن 6؟ احط جوه باكت فيرجن 4. يبقى باكت جوه باكت، وعديه من هنا يوصل عند الراجل ده ايه؟ باكت 4 بس جواه مين؟ يوم شايل الهيدر ده وقال ال 6 اللي جوه. يعني اعمل انكابسيوليشن في النتورك لير كام مره؟ مرتين. احط 2 هيدر، واحد 4 وفي ايه واحد 6. ايه ده؟ في بروتوكولات بتعمل كده؟ في بروتوكول مشهور هناخده ان شاء الله بتاع سيسكو اسمه الجي ار اي، ثلاث كوماندات بس هنا وثلاث كوماندات هنا. العمليه دي خلصت. يبقى التانل دي بستخدمها امتى؟ ان انا عايز اعدي من شبكه 4 تمام كده، وانا عندي الفرعين بتوعي 6. فباجي على الراوتر هنا، والراوتر هنا بعمل تانل. تانل يعني ايه؟ اقول له قبل ما الباكت يطلع من عندك بتاع 6 حط جوه 4، اصل الشبكه مش تفهمه في النص.
ولما يروح اليمة الثانية بيشيل الهيدر بتاع الفور ويرن سيكس. هل دي التكنولوجيا الثانية بستخدمها امتى؟ شبكتين وستون شبكة مختلفة. طيب التكنولوجيا الثالثة اللي هو اسمه ايه يا شباب الثالثة؟ اللي هو اسمه النات 6 to 4. ايه النات 6 to 4؟ لا يا معلم، ده انا عندي راوتر له رجل شغاله فيرجن 6 وله رجل تانية شغاله فيرجن 4، وانا عايز بقى الناس اللي ب 6 دول يكلموا الناس اللي ب 4 دول. يا نهار ابيض، ده ينفع؟ والله ينفع. اهو باجي هنا الراوتر البورت ده اديله فيرجن 6 وده اديله فيرجن 4، وشغل على الراوتر ديت حاجه اسمها القلابه كده نات 6 تو 4. لما يجي له اي بي فيرجن 6 يحوله لفيرجن 4 ويدي للشبكه، لما يجي له اي بي فيرجن 4 يديله اي بي من عنده ويرجعه تاني للشبكه الثانيه. بيشيل الهيدر بتاع 4 ويحط 6 عشان يعدل شبكه 6 ويشيل 4. بس دي ايه؟ شبكه وشبكه بتوعك على نفس الراوتر، بس عايز الراوتر يقلب ما بينهم. ما زال كده يا عم، شويه شغلهم 6 وشويه شغلهم 4. حلو الكلام؟ كل اللي عايزك تفهمه في الاي بي فيرجن 6 شويه دول دلوقتي، طبعا هو حاجه كبيره بس دول اللي انا عايزك تفهمه. نقفل الفيديو ده.